هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، لا زالت تستمر الأشواط والتحديات شوطا تلو شوط. نسير مع شوط الختام، من يختم سباق هذا اليوم الشوط السادس عشر في المجموع، ونسير مع البداية والمقدمة. من يستفتح الإذاعة؟ حرب أحمد بن سالم بن أحمد بن الحوتة العامري، من يقدم لنا حرب على البداية والصدارة. أما في ثانية المراكز كذلك حرب أحمد بن سالم بن أحمد بن الحوتة العامري، من يندفع باسمين في هذا المسار. ثالث المراكز شاهين سالم بن يمعة بن خليفة بن حضيرم الكتبي، من يقدم شاهين في ثالث المراكز. أما رابع المراكز الذيب معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي، من يقدم الذيب في رابع المراكز. تابع الوصول في خامس المراكز من مشغل شطيط بن سالم الكتبي، من يقدم مشغل في خامس المراكز. وسادس المراكز ثمين اللي وصل عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري. هكذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اعلنا النداء الاول لست المراكز. ناخذ لقطه يوم صورنا ونعود مع الصداره، نعود مع حرب من يقود السرب الاول، حرب من يندفع على البدايه. احمد بن سالم بن احمد بن الحوته العامري، من يقدم لنا حرب على البدايه والصداره، من يقود السرب الأول على بداية هذا المسار. هكذا مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، لا زال حرب من يقود الصدارة والمقدمة والبداية. أحمد بن سالم بن أحمد بن الحوتة
من يقدم لنا حرب على البداية والصدارة. أما في ثانية المراكز ثمين من وصل في ثانية المراكز عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري من يقدم ثمين في ثانية المراكز. ثالث المراكز وصل مشغل اشطيت بن سالم الاكتبي من يقدم مشغل في ثالث المراكز. ناخذ الشعارات والأسماء اللي لم يحين موعد دخولها ونعود مع البداية. نعود مع البداية والصدارة. لا زال حرب من يقود شوط البداية والمقدمة حرب أحمد بن سالم بن أحمد بالحوتة من يقدم على البداية والصدارة. أما في ثاني المراكز وصل مشغل في ثاني المراكز اشطيت بن سالم الاكتبي وثمين ثمين من غير على البداية والمقدمة ثمين عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري حرب وثمين ومشغل في ثالث المراكز تابع اللي واصل. الله 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 الشهم حمد بن عوض بن زيتون المهيري واصل مع الشهم في رابع المراكز ولكن ثمين لا زال من يقود البداية. ثمين على المقدمة ثمين على الصدارة. عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار ليقدم ثمين في هذا المسار لحظات الفوز. هنا مع ثمين عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصل فيه الشهم محمد بن عوض بن زيتون المهيري. ثالث المراكز حرب أحمد بن سالم بالحوتة العامري. أما رابع المراكز وصل فيه مشغل شطيط بن سالم الاكتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التفويت الزمني 6:34 ثانية.